السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة تأمينات الأشخاص، والحلقة النهاردة هنعمل مراجعة نهائية ليلة الامتحان. وطبعا زي ما انتوا عارفين احنا الحلقات اللي فاتت عملنا مراجعات، وقلنا برضك ان احنا عندنا في مادة التأمينات الاشخاص ان هو جزئين، في جزء عملي اللي هو مسائل، والجزء النظري اللي هي الاسئلة الموضوعية اللي هي صح وغلط، اكمل، اختياري، توصيل، واسئلة مقال. فهنبدأ النهاردة الحلقة بتاعتنا في الجزء العملي، ازاي في الامثلة او المثال في بيجي ازاي في الامتحان. لو احنا هنيجي مع بعض على الشاشة ونشوف هنا المثال بتاعنا الجزء العملي هيقول ايه. اول حاجة هنا، اذا كان سعر التأمين الجماعي 9 جنيه لكل 1000 جنيه مبلغ تأمين سنوي، يبقى هنا انا عندي سعر التأمين الجماعي هو 9 جنيه. في حالة وجود عدد معين من المتقاعدين بالبرنامج الجماعي، وكان اشتراك العضو في البرنامج المساهم 7.2 جنيه في السنة، فإذا زاد عدد المتقاعدين ومن ثم تكاليف التأمين بنسبة 20%، فأنا عندي النسبة كام؟ 20%. ما هو مقدار الزيادة اللي بيتحمله رب العمل، وما هي نسبته في حالة البرنامج المساهم والبرنامج الغير مساهم؟ لازم هنا نفرق بين البرنامج المساهم والبرنامج الغير مساهم. يعني ايه البرنامج المساهم ويعني ايه البرنامج الغير مساهم؟ البرنامج الغير مساهم ان رب العمل هو اللي بيتحمل بيتحمل المبالغ كلها، هو اللي بيتحمل، يبقى اللي بيتحمل رب العمل في البرنامج الغير مساهم. طيب لو البرنامج المساهم مين اللي بيتحمله؟ رب العمل والايه والاعضاء الموجودين معي. يبقى هنا في فرق بين المساهم والغير مساهم. الغير مساهم يبقى رب العمل هو اللي بيتحمل التكلفة ككل، اما اللي هو مساهم رب العمل والاعضاء اللي معي، او هنا المشتركين معاه في البرنامج. طب هنيجي نحل المسألة دي، يبقى هناخد هو طالب مني ان هو عاوز مقدار التحمل اللي بيتحمله رب العمل لو كان مساهم او في البرنامج المساهم او البرنامج الغير مساهم. طب نيجي نشوف هنا في على الشاشة ازاي نحل المسألة لو البرنامج غير مساهم. وزي ما اتفقنا ان البرنامج الغير مساهم اللي هو بيتحمل تكلفته مين بالكامل؟ هو رب الايه؟ العمل. لو احنا فاكرين في المثال هو اعطيك سعر التأمين هو كام؟ 9 جنيه لكل 1000 جنيه مبلغ التأمين. طيب الخطوة التانية، انا نسبة رب العمل في التكلفة هتبقى كام؟ هتبقى 9 جنيه لكل 1000 جنيه تأمين. انا هنا ليه قلت ان نصيب رب العمل في التكلفة 9 جنيه؟ علشان هنا البرنامج غير مساهم، يبقى هنا ان رب العمل بيتحمل التكلفة بالكامل، يبقى هو نصيب رب العمل كام؟ 9 جنيه اللي هو سعر التأمين. الخطوة اللي بعد كده، طب انا عاوز اعرف الزيادة في التكاليف نتيجة زيادة عدد المتقاعدين. انا هنا نصيب رب العمل طلع بكام؟ هو ب9. طيب في هضرب نسبة التحمل او نسبة المقدار التحمل، النسبة عطاها لك في المسألة هي 20%، يبقى هنا الزيادة في التكاليف نتيجة زيادة عدد المتقاعدين هضرب نصيب رب العمل اللي هي 9 جنيه لكل 1000، 9 في 20، ال20 دي اللي هو عطالك في الايه؟ في المسألة. يبقى هيطلع لي 1.8 من ايه؟ من 10. يبقى انا طلعت سعر التأمين، او هو عطالي في المسألة سعر التأمين ب9 جنيه. طب نصيب رب العمل لو البرنامج غير مساهم، يبقى نصيب رب العمل في التكلفة هو 9 جنيه. طب هحسب الزيادة ازاي؟ هجيب نصيب رب العمل اللي انا طلعته اللي هو 9 جنيه في النسبة اللي هو عطالك في المسألة اللي هي 20%، يبقى 9 في 20% هيديني 1.8. طب هجيب مجموع ما يتحمله رب العمل. رب العمل هيتحمل ايه؟ هيتحمل نصيبه اللي هو طلع بكام؟ ب9، وزيادة التكاليف، لان هو رب العمل بيتحمل الزيادة في التكاليف،
يبقى هنا هجمع التسعة زائد الواحد وتمانية من ايه؟ من عشرة، هديك عشرة وتمانية من عشرة جنيه لكل 1000 جنيه من مبلغ التأمين الايه؟ الجماعي. هجيب هنا مقدار الزيادة في التكاليف. مقدار الزيادة في التكاليف هي كام؟ أنا مقدار الزيادة في التكاليف هي 8 من 10 جنيه لكل 1000 جنيه. يبقى هنا زي ما احنا اتفقنا في البرنامج الغير مساهم ان انا سعر التأمين هو موجود في المسألة هي 9 جنيه، نصيب رب العمل هو يبقى 9 جنيه عشان هنا البرنامج غير مساهم. هجيب التكلفة زيادة في التكاليف بضرب اللي هو نصيب رب العمل في النسبة اللي هو عطالك في المسألة، مجموع ما يتحمله رب العمل بجمع نصيب رب العمل زائد اللي هو الزيادة في التكاليف. آخر حاجة في البرنامج الغير مساهم اللي هي نسبة الزيادة في التكاليف، عاوز أعرف هي طلعت 20% إزاي، اللي هي الزيادة في التكاليف اللي هي 1.8 على نصيب رب العمل اللي هي 9، يبقى 1.8 على 9 بتساوي كام؟ 20%. ده لو البرنامج غير مساهم. أما لو هنا في حالة البرنامج اللي هو مساهم، قلنا اللي بيتحمل التكلفة كل من رب العمل والمستخدم. أول حاجة زي ما احنا عارفين ان هو عطيك في المسألة سعر التأمين بتسعة جنيه لكل 1000، ونصيب المستخدم عطولك في المسألة 7.2 جنيه لكل 1000. يبقى هنا عطيك السعر وعطيك نصيب المستخدم. يبقى هنا عطيك السعر 9 جنيه ونصيب المستخدم 7.2. طب انا عطيني سعر التأمين وعطيني نصيب المستخدم، هجيب نصيب رب العمل ازاي؟ هطرح بين ايه وايه؟ هطرح اللي هو سعر التأمين ناقص نصيب المستخدم عشان اقدر اجيب فيه اللي هو رب الايه؟ رب العمل. يبقى هنا هو الخطوة التانية، نصيب رب العمل اللي هي 9 اللي هو سعر التأمين ناقص نصيب المستخدم اللي هي 7.2، هديك نصيب رب العمل اللي هي 1.8 جنيه لكل 1000. طب النقطة اللي بعد كده بجيب، يبقى انا هنا جبت، انا عندي نصيب المستخدم ده موجود في المثال وسعر التأمين موجود في المثال، انا بجيب بس نصيب رب العمل بطرح اللي هو سعر التأمين ناقص نصيب المستخدم هديني نصيب رب الايه؟ العمل. النقطة اللي بعد كده في حالة زيادة عدد المتقاعدين، بيتحمل رب العمل الزيادة كلها. احنا قلنا ان البرنامج المساهم بيتحمل التكلفة كل من ايه؟ رب العمل والمستخدم. بس لو في زيادة في عدد المتقاعدين، مين اللي بيتحمل الزيادة ده؟ هو رب الايه؟ هو رب العمل. طب في حالة الزيادة في التكاليف بتساوي ايه؟ بتساوي اللي هو السعر التأمين اللي هو 9 جنيه في النسبة اللي هو عطالك في المسألة اللي هي 20%، هيديك 1.8 جنيه. النقطة اللي بعد كده، طب انا عاوز اعرف مجموع التكاليف اللي بتحملها رب العمل. هو احنا رب العمل طلعنا نصيب رب العمل بكام؟ 1.8 زائد زيادة التكاليف بكام؟ طلعت 1.8. يبقى هنا مجموع التكاليف اللي بتحملها رب العمل هي 3.6. يبقى احنا هنا في البرنامج المساهم والبرنامج الغير مساهم، لو احنا شفنا ان البرنامج الغير مساهم او البرنامج المساهم اللي بيتحمله اللي هو رب العمل واللي هو الاصحاب او اللي هم المستخدمين، طب رب العمل بيتحمل والمستخدم بيتحمل، طب لو هو اعطاك في المسألة نصيب المستخدم واعطاك السعر التأمين، يبقى عشان اجيب نصيب رب العمل بطرح سعر التأمين ناقص اللي هو نصيب المستخدم عشان اقدر اجيب نصيب رب الايه؟ رب العمل. طب لو انا هجيب الزيادة في التكاليف بضرب اللي هو السعر في التأمين في النسبة اللي هو عطاها لك في المسألة. كده احنا عرفنا الفرق بين اللي هو البرنامج المساهم والبرنامج الغير مساهم، وعرفنا تكلفة رب العمل في البرنامج المساهم وفي الغير مساهم،
وقلنا ان في البرنامج المساهم ان رب العمل لو في زياده في التكاليف، لو في زياده عدد المتقاعدين، فهنا مين اللي بيتحمل زياده عدد المتقاعدين؟ قلنا اللي هو مين؟ اللي هو رب العمل. رب العمل هو اللي ايه؟ اللي هو بيتحمل التكلفه لو في زياده في عدد المتقاعدين. طب لو هنا بيقول لك هنا اي ان اشتراك رب العمل تضاعف او زاد بنسبه كام؟ 100% نتيجة زيادة تكاليف التأمين الجماعي للمتقاعدين بنسبة 20% لكل 1000. يبقى هنا نسبة الزيادة في التكاليف اللي هي 1.8 على 9 بتساوي 20%. نسبة الزيادة في التكاليف زي ما عملناها في البرنامج المساهم هو البرنامج الغير مساهم. هنيجي في المسألة التانية، عاوز ان انا احسب سعر التأمين لكل عمر. هنا في المثال بيقولك اذا كان عدد الاحياء عند تمام العمر 33 هو 10,000 جنيه، 10,000 شخص، ومعدل الوفاة للعمر 33 هو 2.6 في الالف. يبقى انا عندي عدد الاحياء هو كام؟ 10,000 شخص، معدل الوفاة بكام او رقم كام؟ 2.6 في الالف، ومبلغ التأمين لكل فرد في المجموعة هو كام؟ 1000 جنيه فقط، ومعدل الفايدة المستخدمة هو كام؟ 3%. المعدل عندي 3%. عاوز ان انا احسب السعر الصافي والتجاري للمجموعة اذا كانت الاعباء الاساسية 25% من القسط الايه؟ التجاري. يبقى انت المفروض بقى تجهز معايا ورقة وقلم وتبدأ تحل معايا المثال ده، وتكتب هنا على الهامش ان عدد الاحياء ومعدل الوفاة، يبقى عدد الاحياء هو 10,000 شخص ومعدل الوفاة هو 2.6 في الالف، ومبلغ التأمين هو 1000 جنيه، ومعدل الفايدة 3%، والاعباء الاساسيه هي 25% من القسط الايه؟ التجاري. يبقى لازم تطلع ده في الهوامش. نبدا هنا نشوف خطوات الحل. اول حاجه في القانون اللي هو عدد الوفيات المتوقعه خلال السنه العمريه هي 33 بتساوي ايه؟ القانون بتاعه ايه هو؟ اللي هو عدد الاحياء في بدايه السنه في معدل الوفاه. يبقى هنا عدد الاحياء في بدايه السنه في معدل الوفاة. طب هنا عطيني في المسألة اللي انتوا فاكرين عدد الأحياء كان كام؟ قلنا ان عدد الأحياء كان 10,000 شخص، في معدل الوفاة اللي هو عطاها لك، كان عطولك معدل الوفاة 2.6 في الألف لو انتوا فاكرين. يبقى هنا هو عدد الأحياء 10,000 شخص في معدل الوفاة 2.6 في الألف، يبقى بعمل 2.6 على 1000، يعني أنا بقسم إيه على 1000، يبقى هضرب 10,000 في 6 في 2.6 على 1000 بيديك 26 إيه فرد. دي أول خطوة اللي أنا بجيبها اللي هي عدد الوفيات المتوقعة، ولازم تكون حافظ القوانين. يبقى هنا عدد الوفيات بيساوي عدد الأحياء في معدل الوفاة. طب الخطوة الثانية اللي هي المتطلبات المتوقعة للوفاة أو للوفيات، إيه هي المتطلبات؟ اللي هي العدد الوفيات اللي أنا لسه مطلعاها في مبلغ التأمين، اللي هي عدد الوفيات المتوقعة في مبلغ التأمين للإيه؟ للفرد. أنا عدد الوفيات اللي أنا لسه مطلعاها، أنا طلعتها كام؟ 26 إيه؟ فرد. في مبلغ التأمين لو انتوا فاكرين في المثال هو عطاك ان مبلغ التأمين هو كام؟ 1000. يبقى هنا عدد الوفيات 26 في 1000 هيطلع لك ب 26,000 جنيه. يبقى هنا هنجيب عدد الوفيات، وبعد ما بنجيب الخطوة الأولى عدد الوفيات، الخطوة الثانية بجيب المتطلبات أو المطالبات المتوقعة للوفيات. طيب الخطوة الثالثة بجيبها اللي هي القيمة الحالية للمطالبات المتوقعة. طب أنا القيمة الحالية المتوقعة القيمة الحالية للمطالبات المتوقعة اللي هي بتساوي إيه؟ القانون بتاعي بيقول لك اللي هي المطالبات المتوقعة في القيمة الحالية للجنيه. طب هنا المطالبات المتوقعة لو أنتوا فاكرين إحنا طلعناها بكام؟
لو انتوا فاكرين ان هي طلعت ب26,000 جنيه، يبقى هنا المطالبات اللي انا طلعتها طلعت ب26,000 جنيه في القيمة الحالية اللي هي 1/ع/أس سالب ن، اللي هي 26 اهو في 1.3 أس سالب ن، يبقى هنا هتبقى 26,000 × 985,000. لو انا ضربتهم عشان اطلع القيمة الحالية للمطالبات المتوقعة اللي هي 25,610. دي الخطوة الثالثة، يبقى هنا الخطوة الاولى عدد الوفيات، الخطوة الثانية المطالبات، الخطوة الثالثة القيمة الحالية. طب الخطوة الرابعة عشان اجيب السعر الايه؟ عشان اجيب السعر او القسط الصافي لكل فرد بعمل ايه؟ بضرب القيمة الحالية اللي انا لسه جايباها على عدد الافراد. طب انا القيمة الحالية انا طلعتها ب25,610 على عدد الافراد اللي هي عدد الاحياء اللي هو كتبها لك في المسألة. عدد الاحياء هو عدد الافراد. طب انا عدد الافراد كام؟ 10,000 جنيه. يبقى انا بقسم اللي هو 25,610 على 10,000 جنيه، هديك السعر او القسط الصافي اللي هو 2.56 جنيه لكل 1,000 جنيه. ده اللي انا جبته اللي هو السعر او القسط الصافي لكل فرد. طب هنا السعر التجاري، انا جبت السعر الصافي. طب هنا السعر التجاري بيساوي السعر الصافي في 100/25 او في 25/100، اللي هو السعر الصافي اللي احنا لسه جايبينه اللي هو 2.56 من 100 في 75% بيديك اللي هو 3.41 جنيه لكل 1,000 جنيه، مبلغ الايه؟ مبلغ التأمين. ده عشان نقدر ان احنا نجيب السعر التجاري. لو انت هتجيب السعر التجاري لازم تجيب السعر الصافي الاول. طب انا هجيب السعر الصافي الاول ازاي؟ لازم اجيب امشي الخطوات. قلنا ان الخطوات لازم تجيب اول حاجة عدد الوفيات، وبعديها بعد ما بتجيب عدد الوفيات الخطوة الثانية بتجيب المطالبات، بعد ما بتجيب المطالبات بتجيب اللي هي القيمة الحالية، بعد القيمة الحالية بتجيب السعر الصافي، وبعد ما بنجيب السعر الصافي بنجيب اللي هو السعر الايه؟ التجاري. السعر التجاري اللي هو بضرب السعر الصافي في 75 في الايه؟ في 100. طب انا 75% ليه؟ لو انتم فاكرين هو عاطيني في المسألة ان هنا الاعباء هي 25، بطرح 25 ناقص 100 هيديك 75 ايه؟ في 100. يبقى هنا بتعمل اللي هو السعر التجاري اللي هو القانون بتاعه اللي هو السعر الصافي في 75%. تمام كده؟ يبقى احنا خدنا المسألة الأولى عن اللي هو البرنامج المساهم والبرنامج الغير مساهم ونصيب رب العمل بيبقى كام. دي كانت أول مسألة. المسألة الثانية اللي احنا لسه واخدينها اللي أنا عاوز أعرف اللي هو السعر الصافي والسعر التجاري وأبدأ إن أنا أجيبه إزاي. طب هنشوف اللي هو المسألة الثالثة في التأمينات الأشخاص مع بعض هنا على الشاشة، اللي إزاي إن أنا أحسب كيفية حساب السعر المتوسط للمجموعة. المسألة الأولانية كنا بنتكلم عن فرد واحد، هنا للمجموعة ككل. هنا بيقولك بفرض إن لدينا مجموعة من 500 فرد، وكان التوزيع العمري لهذه المجموعة والسعر المقابل لكل عمر كما بالجدول التالي. عطيك هنا العمر اهو، أنا العمر 20, 35, 45, 55, 65. عدد الأعضاء، عدد الأعضاء اللي هو عمره 20 سنة عددهم 50. عدد الأعضاء اللي عمرهم 35 هو عددهم 100. الأعضاء اللي عمرهم 45 عددهم 200. الأعضاء اللي عمرهم 55 عددهم 100. الأعضاء اللي هم عمرهم 65 عددهم 50. وطبعا هنا السعر لكل 1,000 جنيه مبلغ التأمين، عطيك هنا 2.75, 3.74, 8.8 من 100, 19.55، هنا 44.67.
ده الجدول اللي هو عطاه لك، عطاك عدد الأعضاء، عطاك السعر لكل 1000، وعطاك العمر. عاوز منك أو بيقول لك بفرض إن مبلغ التأمين، مبلغ التأمين 1000 جنيه للأعمار 20 و35. يعني أنا مبلغ التأمين الشخص اللي عنده اللي عمره 20 و35، المبلغ التأمين بتاعه 1000 جنيه. طب المبلغ التأمين للأعمار الباقية اللي هي 45 و55 و65 هي 2000 جنيه. احسب السعر المتوسط للتأمين المجموعة ايه ككل. هنا لو انتوا شايفين ان مبلغ التأمين بيختلف على حسب الأعمار، مبلغ التأمين بيختلف على حسب الأعمار، ممكن يجيلك في المسألة يقولك ان مبلغ التأمين ثابت زي 1000 جنيه للأعمار كلها، بس هنا في المسألة هو مش عطيك كده، هو المسألة دي عطيك ان هنا العمر من 20 و25 هو مبلغ التأمين بتاعهم 1000 جنيه. لازم تركز في المسألة دي كويس، ولازم لما تيجي تقرأ في الامتحان لازم تركز، هل عطيك مبلغ التأمين للأعمار كلها ولا مقسم ان مبلغ التأمين زي اللي عطيك في المسألة اللي عمره 20 و25 مبلغ التأمين بتاعه 1000 جنيه، وبقيه الاعمار ان مبلغ التامين بتاعه 2000 ايه 2000 جنيه. لازم تركز فيها كويس جدا. طيب هنيجي نشوف، طب انا ازاي هحل المساله دي؟ الجدول اللي هو عطاه لك فيه المساله هتكتبه زي بالظبط في ورقه الاجابه. هو عطيك هنا عدد الاعضاء ومبلغ التامين، اللي هو عطاه لك كله حطه في الجدول كله، هتحطه فين؟ في ورقه الاجابه، وهتزود عمودين، وهتزود ايه؟ عمودين. ولازم من اللي انت تكون حافظ القوانين او ازاي الخطوات عشان تقدر تعمل الجدول بالظبط. طب لو احنا هنيجي هنشوف هنا على الشاشة ازاي او ايه هي القوانين الموجودة معايا، وهنا هتشوف القاعة او هنبدأ نشوف زي ما اتفقنا ان مبلغ التأمين في بيتحدد او هو ممكن يجيبهولك على السعر بتاعه، ممكن يختلف موجود عندك في المسألة او ممكن ان هو يديهولك زي ما هو. طب لو احنا بدأنا واتفقنا ان انا في الجدول هنا ببدأ بكتب الجدول كله زي ما هو، في زي اللي عطولك في ورقة الاسئلة، ببدأ احطه في ورقة الاجابة بالظبط، وبزود بس خانتين اللي هو عمودين. طب العمود اللي هو بتكتب فيه بتبدأ تحسب فيه السعر بتاعي او اللي هو طالبه منك. طب انا هجيبه ازاي او هعمله ازاي؟ اول حاجة ان انا بعمل مبلغ التأمين. طب انا مبلغ التأمين القانون بتاعه ايه هو؟ اللي هو عدد الافراد الفئة في مبلغ التأمين. يبقى هنا القوانين دي مبلغ التأمين لكل فئة عمرية بتساوي عدد افراد الفئة في مبلغ التأمين للايه؟ للفرد. طب القانون التاني ان القسط الاجمالي لكل فئة عمرية بتساوي مبلغ التأمين للفئة في سعر التأمين للايه؟ للفئة. القانون التالت ان اجمالي اقساط التأمين للمجموعة بتساوي مجموع الاقساط لكل فئة عمرية. ان مبلغ التأمين للمجموعة بتساوي مجموع مبالغ التأمين لكل فئة عمرية. سعر التأمين المتوسط للمجموعة بتساوي اجمالي اقساط التأمين للمجموعة على عدد وحدات مبلغ التأمين للمجموعة. والاجراء هذه الحسابات بيتم تكوين جدول التالي. يعني انت في الامتحان ما بتكتبش القوانين دي، انت على طول لما بتيجي تحل بتحل بتعمل الجدول على طول. يعني انا القوانين دي انا حطيتها على الشاشة علشان تعرف القوانين بالظبط او تبقى حافظ القوانين، بس لما بتيجي تحل انت ما بتكتبش القوانين دي، انت بتحل على طول. طب هحل على طول ازاي؟ زي ما اتفقنا احنا بنحط الجدول اللي هو عطاهولك في المسألة، هتحطه وهتزود العمودين زي ما موجود على الشاشة اهو. العمر زي ما هو عطيك ان العمر اهو، وعطيك عدد الافراد، وعطيك السعر اهو. ده الجدول التلات خانات دول هو اللي عطاهم لك، هنكتبهم زي ما هما بالظبط اهو، وهنزود بس العمودين دول اللي هو مبلغ التأمين والقسط الاجمالي. طب انا هنا مبلغ التأمين للفئة جبته ازاي؟ فاكرين ان مبلغ التأمين عطاهالك لكل الاعمار للعمر 20 و25 كان كام؟ كان 1000 جنيه. يبقى هنا بضرب عدد الافراد في مبلغ التأمين، او مبلغ التأمين في مبلغ التأمين في عدد الافراد.
انا هنا هضرب 1000 في 50 بيديني 50000، بضرب 100 في 1000 بيديك 100000. طب هنا بقى هضرب كام؟ لو الشطار بقى هتجاوبوا معايا، ال200 هضربها في كام؟ في 1000؟ لا مش هنضربها في 1000، امال هنضربها في كام؟ هنضربها في 2000. طب 2000 ليه؟ لو انتوا فاكرين معايا ان هو عطاك في مبلغ التأمين وقال لك ان من عمر 20 و35 ان مبلغ التأمين كام؟ 1000. اما باقي الاعمار هو مبلغ التأمين هو 2000، يبقى بضرب ال200 في ايه؟ في 2000. شطار. طب هنا هيطلع لك ال2000 في 200 بهنا ب400000، هنا 2000 في 100 ب200000، 2000 في 50 بهنا ب100000 جنيه. طبعا بعد ما جبت مبلغ التأمين للفئة بجمعهم هيديك 850000 جنيه. يبقى احنا عرفنا مبلغ التأمين للفئة بجيبه ازاي، بضرب مبلغ التأمين اللي هو عطهولك في عدد الأفراد. هجيب القسط الإجمالي للفئة. طب أنا بجيبه ازاي؟ لو احنا هنضرب اللي هو السعر في مبلغ التأمين، الخانة دي العمود ده في العمود ده، اللي هو 2.75 في 50 هديك 137500. لو انا هعمل 3.74 من 100 في 100000 هديك 374000. 8.8 من 100 هضربها في 400000 هديك هنا ب 3,232,000. لو هضرب 19.55 في 200000 هديك 3,910,000. هضرب 44.67 في 100000 هديك 4,467,000. هجمع القسط الإجمالي أهو، يبقى أنا جمعت القسط بيديك 12,120,500. يبقى هنا بعمل ايه؟ بضرب عشان اطلع سعر التأمين المتوسط للمجموع، بقسم ده على ده، الرقم ده على ده، علشان يديك ان سعر التأمين 14.26 جنيه لكل 100 جنيه مبلغ التأمين. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا ان انا بجيب سعر التأمين المتوسط للمجموعة بقسم القسط الإجمالي على مبلغ التأمين، على مبلغ الايه؟ التأمين. يبقى احنا خدنا الثلاث أمثلة أو الجزء العملي اللي هو فيه ثلاث مسائل، الثلاث مسائل دول واحدة منهم هتيجي في الامتحان، فلازم ان حضرتك بتذاكر الثلاثة أو بتأكد ان هما لازم يجي لي في الامتحان الجزء العملي اللي هي الأمثلة أو المثال. طب هنبدأ ناخد اللي هو الأسئلة النظرية أو اللي هو الأسئلة الموضوعية اللي هي صح وغلط وأكمل واختياري والتوصيل، إزاي إن احنا شكل الأسئلة اللي هتيجي في الامتحان. طب لو احنا نشوف في على الشاشة السؤال صح وغلط، أول سؤال هنا بيقولك إيه؟ الممارسات الفعلية للعمل من متطلبات القبول للتغطية الجماعية. أنا عندي هنا الممارسة الفعلية للعمل من متطلبات القبول للتغطية الجماعية، هنا دي النقطة دي هتكون صحيحة. نشوف النقطة الثانية، تستخدم طريقة القيمة النقدية للإنسان صافي دخل المؤمن عليه طريقة القيمة النقدية. لو انتوا فاكرين احنا عندنا طرق اللي هي الدخل بتاع في التأمين الحياة، انا عندي هنا القيمة النقدية والقيمة التأمينية والقيمة الاقتصادية. طب هنا بيقولك هي القيمة النقدية دي للإنسان بتستخدم صافي دخل المؤمن عليه، هي النقطة دي هتكون خاطئة. امال هتكون ايه؟ هتكون اجمالي الدخل، اجمالي دخل الأسرة. طب النقطة اللي بعد كده، الخطأ في السن يوجب إلغاء وثيقة التأمين على الحياة لو هو خطأ في السن أثناء الوثيقة، هو بيكتب الوثيقة أو طلب الوثيقة كتب السن خطأ، هل الوثيقة دي هتتلغي؟ لا،
يبقى هنا النقطة دي هتكون خاطئة. أمال هنا إيه؟ هينفع إن أنا إيه يجوز التسوية، هبدأ أسوي يعني أبدأ أشوف ممكن أزود الكوست التأميني أو مبلغ التأمين. النقطة اللي بعد كده، يسدد المؤمن له في وثائق التأمين على الحياة الأقساط المتأخرة بدون فوائد التأخير. لو الشخص ده أو المؤمن له تأخر عن السداد، هل شركة التأمين مش هتاخد منه فوائد تأخير؟ هنا النقطة دي هتكون إيه؟ هتكون خاطئة. يبقى هنا لازم يبقى فيه فوائد تأخير اللي هي 7% سنويا. النقطة اللي بعد كده، تنقسم وثائق التأمين المؤقت من حيث طول المدة، من حيث طول مدة الوثيقة، إلى مؤقتة قصيرة الأجل وطويلة الأجل. هنا الوثائق التأمين المؤقت اللي هي مدة الوثيقة بتنقسم إلى 2، اللي هي قصيرة الأجل وطويلة الأجل. يبقى هنا النقطة دي بتكون إيه؟ صحيحة. النقطة اللي بعد كده، مهلة سداد الأقساط الواجبة في شركات التأمين هي سنة واحدة. لو انتوا فاكرين مع بعض، احنا قلنا ان هنا في الحالات اللي فاتت ان مهلة السداد بتتحدد على حسب لو هي وثيقة امريكية او مصرية. مهلة السداد لو هي مصرية، مهلة السداد بتكون 30 يوم، اما الامريكية بتكون 31 يوم. يبقى هنا هل النقطة دي اللي هو عطالك على الشاشة اللي هي مهلة السداد بتكون سنة؟ لا، هنا كده بتكون ايه؟ خطأ. ان انا مهلة السداد 30 يوم و31 يوم، 30 يوم اللي هي المصرية و31 يوم اللي هي الامريكية. طيب بعد كده يبقى هنا النقطة دي هتكون ايه؟ خاطئة. سبب يشترط تأمين على الحياة الشعبي بمبالغ صغيرة نسبيا. يبقى هنا هتكون الإجابة إيه؟ صحيحة. لأن أنا التأمين على الحياة الشعبي بيكون نسبة أو مبلغ التأمين بيكون صغير إيه؟ نسبيا. 8، كلما كانت مدة وثيقة التأمين المختار قصيرة، كلما كان القسط المطلوب إيه؟ صغير. هنا هتكون إيه؟ خاطئة. النقطة اللي بعد كده، في التأمين لمدى الحياة تغطي الوثيقة المركبة فردين أو أكثر. أنا هنا التأمين لمدى الحياة بتغطي فردين أو أكثر، هنا بتكون الإجابة إيه؟ صحيحة. يهدف التأمين التجاري إلى تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الحماية التأمينية للمؤمن لهم. إن أنا التأمين التجاري بيهدف لتحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق حماية تأمينية. هنا الإجابة هتكون إيه؟ هتكون صحيحة. يعتبر سوق التأمين الإماراتي من أكبر أسواق التأمين وأكثرها تقدما في منطقة الشرق الأوسط. هنا الإجابة هتكون صحيحة. النقطة اللي بعد كده، إذا توقف المتقاعد عن سداد الأقساط الواجبة ينتهي عقد التأمين الجماعي حسب الشروط المتفق عليها. يعني هنا المتعاقد توقف عن السداد الأقساط، العقد بينتهي على حسب الشرط المتفق ايه عليه. يبقى هنا الإجابة هتكون صحيحة. النقطة اللي بعد كده، تنقسم وثائق التأمين المؤقت من حيث طول مدة الوثيقة إلى وثيقة طويلة الأجل وقصيرة الأجل. وقلنا إن هنا الإجابة دي هتكون صحيحة. النقطة اللي بعد كده، تنقسم وثائق التأمين المؤقت بحسب طبيعة مبلغ التأمين إلى وثائق بمبالغ ثابتة ووثائق أو أخرى ذات مبالغ متغيرة. لو هنا طبيعة مبلغ التأمين، أنا مبلغ التأمين بينقسم إلى مبالغ ثابتة ومبالغ متغيرة. يبقى هنا لو هو على حسب مبلغ التأمين، في بيبقى متغير، مبلغ تأمين متغير ومبلغ تأمين ثابت. يبقى هنا الإجابة دي هتكون إيه؟ هتكون صحيحة. طب لو هي مدة على حسب طول المدة اللي هي قصيرة الأجل وطويلة الأجل، دي صحيحة. لو هي على حسب مبلغ التأمين، لازم هنا مبلغ التأمين بيكون متغير وثابت. يبقى برضك هنا النقطة دي بتكون إيه؟ صحيحة. يبقى هنا النقطة هنا هتكون صحيحة. النقطة اللي بعد كده، تقوم شركة التأمين التكافلي على مبدأ عدم الفصل بين أموال المؤمن لهم وأموال المساهمين. هنا الإجابة دي، هل شركة التأمين التكافلي
ما بتعملش مبدأ عدم الفصل، ما بتفصلش بين أموال المؤمن لهم وأموال المساهمين، هنا الإجابة دي خاطئة. لازم إن أنا أفصل، مش عدم الفصل، هنا لازم يكون في فصل. كده إحنا خلصنا السؤال صح وخطأ. هنبدأ في سؤال أكمل العبارات الآتية: في حالة الوفاة المترتبة على أحد الأخطار المستثناة، تدفع الشركة إلى نقط قيمة نقط للوثيقة. هي هتدفع الشركة لمين؟ لأصحاب الحق. قيمة الإيه؟ قيمة الاحتياط الإيه؟ الحسابي للوثيقة. يبقى هنا أنا شركة التأمين لو حصل أي وفاة أو أخطار مستثناة أو اللي هي بتدفعها الشركة إلى مين؟ إلى أصحاب الحق. قيمة الاحتياطي الحسابي للإيه؟ للوثيقة. النقطة اللي بعد كده: يستخدم التأمين المؤقت في عمليات البيع نقط والبيع نقط، البيع الأجل والبيع بالتقسيط. يبقى هنا التأمين بيستخدم التأمين المؤقت في عمليات البيع، عندي البيع بالأجل والبيع بالإيه؟ بالتقسيط. النقطة اللي بعد كده: تحتوي وثيقة التأمين مدى الحياة على عنصرين أو على عنصرين، الحماية نقط وتكوين نقط. أنا هنا في التأمين مدى الحياة هي بتعمل عنصرين، اللي هو الادخار والحماية التأمينية. يبقى هنا في العنصر ده هيبقى فيه الحماية التأمينية والمدخرات، إن أنا بكون مدخرات وإن أنا بعمل حماية تأمينية، اللي هي وثيقة التأمين مدى الإيه؟ مدى الحياة. النقطة اللي بعد كده: تعتمد طريقة نقط للإنسان على دخل الأسرة بعد استبعاد النفقات الشخصية، نقط أو مصدر الدخل والضرائب على الدخل. طب دي هتكون القيمة الإيه؟ هل دي القيمة النقدية والقيمة ولا القيمة الاقتصادية ولا القيمة التأمينية؟ لو هو بيقولك استبعاد اللي هو المصاريف الشخص وهضيف عليه اللي هو الضرائب أو كده، يبقى دي اسمها القيمة الاقتصادية. يبقى دي هي القيمة الايه؟ الاقتصادية. القيمة الاقتصادية اللي انا بعمل على دخل الاسرة بعد استبعاد ان انا بستبعد النفقات الايه؟ الشخصية. يبقى هنا القيمة الايه؟ هتكون القيمة الاقتصادية. يبقى تعتمد طريقة القيمة الاقتصادية للانسان على دخل الايه؟ دخل الاسرة بعد استبعاد النفقات الشخصية للعائل او مصدر الدخل والضرائب على الدخل. النقطة اللي بعد كده: يتحدد مبلغ التأمين الواجب شراؤه باستخدام طريقة نقط على ضوء الأهداف والحاجات المالية للأسرة في حالة وفاة أو نقط عائلة. يبقى هنا بتتحدد مبلغ التأمين الواجب شراؤه باستخدام طريقة الإيه؟ الاحتياجات على ضوء الأهداف والحاجات المالية للأسرة في حالة وفاة أو عجز عائلها. العائل أو هنا رب أو صاحب اللي هو رب الأسرة هو حصل له عجز أو وفاة، فهنا بتحدد مبلغ التأمين الواجب إيه؟ شراء. النقطة اللي بعد كده: التأمين على الحياة الجماعي يعقده نقط. مين اللي بيعقده؟ هو شخص على حياة مجموعة من الأشخاص، لازم إننا تربطهم علاقة عمل. هنا علاقة ايه؟ عمل. يبقى هنا التأمين على الحياة الجماعي لازم، هنا زي ما اتفقنا ان هنا التأمين على الحياة الجماعي هو بيعقده شخص، والشخص ده لازم يكون على مجموعة من الاشخاص ولازم تربطهم علاقة ايه؟ علاقة عمل. ما ينفعش ان انا في التأمين على الحياة الجماعي ان انا أأمن على فرد واحد، لا، هو شخص بيجي يأمن على مجموعة من الأشخاص، والمجموعة من الأشخاص دي لازم تربطهم علاقة عمل، لازم تربطهم علاقة إيه؟ عمل. ما ينفعش إن أنا أأمن على أشخاص، مجموعة من الأشخاص ما تربطهمش علاقة عمل، ما يبقاش هما مرتبطين، ما بيبقوش شغالين مع بعض، أو ما بيبقاش موجودين في نفس الوظيفة مع بعض، لا، لازم يكونوا تربطهم علاقة إيه؟ علاقة عمل. طب هنشوف النقطة اللي بعد كده: تعتبر نقط النوع الأكثر شيوعا لوثائق الدفعات نقط. يبقى هنا بتعتبر وثيقة أو تعتبر الدفعات المؤجلة النوع الأكثر شيوعا لوثائق الدفعات الإيه؟ الحياة. يبقى أنا عندي الأكثر شيوعا هي الدفعات المؤجلة لوثائق الدفعات الإيه؟ الحياة. النقطة اللي بعد كده:
قد تؤدي نقط المبكرة لمكتسب الدخل إلى فقد الدخل أو نقط. بيؤدي إلى إيه؟ الوفاة. قد تؤدي الوفاة المبكرة لمكتسب الدخل إلى فقد الدخل أو انخفاضه، إن أنا بينخفض يعني هفقد الدخل أو هينخفض. النقطة اللي بعد كده أو كده، إحنا كده أخدنا صح وخطأ، أخدنا أكمل، هناخد اختار الإجابة المناسبة من بين الأقواس. هنا النقطة دي أول حاجة بيقول لك وثيقة التأمين على الحياة، تقدم شركات التأمين الحماية التأمينية ضد خطر الوفاة خلال فترة زمنية مقابل سداد الأقساط. هل هي التأمين حال الحياة، التأمين المؤقت الفردي، التأمين المختلط؟ لو انتم شايفين هو بيقدم ايه؟ بيقدم شركات التأمين الحماية التأمينية ضد ايه؟ ضد خطر الوفاة. هل دي الحياة؟ لا. هل دي المختلط؟ لا. امال هتكون ايه؟ التأمين المؤقت الايه؟ الفردي. شطارة، انا سامعة ان انتوا بتقولوا ان هو هيكون ايه؟ التأمين المؤقت الايه؟ الفردي. طب نشوف النقطة اللي بعد كده، بموجبه يضمن المؤمن عليه اللي هو المستفيد الحصول على مبلغ التأمين في حالة الوفاة أو بقائه في نهاية مدة التأمين. ده هيكون ايه؟ التأمين حال الحياة، ولا التأمين المؤقت الفردي، ولا التأمين المختلط؟ لو ان هنا التأمين حال الحياة، لا، هنا بيقولك ايه؟ الحصول هيحصل على مبلغ التأمين في حالة الوفاة او بقائه في نهاية مدة التأمين، يعني فضل حتى نهاية مدة التأمين. التأمين المؤقت الفردي، لا، احنا متفقين ان التأمين المؤقت الفردي على لو الشخص توفى اقدر ان انا اخد التأمين او اخد مبلغ التأمين. طب هنا هيبقى ايه؟ التأمين المختلط. يبقى هنا التأمين لو لازم نفرق بين التأمين المختلط والتأمين المؤقت. التأمين المؤقت انا باخد مبلغ التأمين على الشخص لو هو توفى، اللي هو المستفيد بياخد المستفيد مبلغ التأمين لو الشخص ايه؟ توفى. ده في الايه؟ في المؤقت، التأمين المؤقت. طب التأمين المختلط، طب لو الشخص توفى او فضل على قيد الحياة حتى نهاية مدة التأمين، حتى نهاية مدة الايه؟ التأمين، هيقدر ان هو ياخد الايه؟ مبلغ التأمين. يبقى هنا في فرق بين التأمين المؤقت والتأمين المختلط. التأمين المؤقت لو الشخص توفى المستفيد بياخد مبلغ التأمين. طب هنا التأمين المختلط، لو الشخص توفى المستفيد برضك هياخد مبلغ التأمين. طب لو الشخص ده او المؤمن له ده او المؤمن عليه فضل على قيد الحياة حتى نهاية مدة التأمين، يبقى برضك هياخد ايه؟ هياخد مبلغ التأمين. يبقى احنا عرفنا الفرق بين الاتنين. طب هنشوف النقطة اللي بعد كده، نوع حديث من التأمين يهدف إلى إدارة مخاطر الطبقة الفقيرة في المجتمع، وهو التأمين الايه؟ متناهي الصغر. يبقى هنا المتناهي الصغر هو نوع حديث من التأمين وبيهدف إلى إدارة مخاطر الطبقة الفقيرة في الايه؟ في المجتمع. النقطة اللي بعد كده، وثيقة تضمن للمؤمن عليه مبلغا في حال بقائه على قيد الحياة حتى نهاية مدة معينة. هل هي هتبقى الوقفية البحتة، ولا التأمين الجماعي، ولا الصناديق الخاصة؟ لا، هتكون الوقفية الايه؟ البحتة. النقطة اللي بعد كده، هي جماعة تتمثل في أعضاء الهيئات التجارية المختلفة والمستخدمين لدى أصحاب الأعمال، تجمعهم صناعة واحدة أو مشروع تجاري واحد. هل هم الجماعات المستخدمين، ولا اتحادات العمل، ولا الجماعات المندمجة؟ هي هتكون الجماعات الايه؟ المندمجة. النقطة اللي بعد كده، جميع أخطار الأشخاص يمكن تغطيتها عن طريق التأمين الاجتماعي، ولا الحكومي، ولا الجماعي؟ جميع أخطار الأشخاص مين اللي بيغطيها وممكن نغطيها عن طريق التأمين الايه؟ الحكومي. النقطة اللي بعد كده، لا تغطي وثيقة التأمين على الحياة الأمريكية، البريطانية، المصرية الإعدام بناء على حكم قضائي.
هنا انا عندي في الوثائق التامين ما بغطيش الاعدام بناء على حكم قضائي، هي وثيقه التامين على الحياه المصريه. النقطه اللي بعد كده، اذا كان رب العمل بيتحمل تكلفه عقد العمل الجماعي، يكون الحد الادنى للمشتركين، احنا اتفقنا لو هو المشتركين هيكون كام؟ 100% بيتحمل تكلفه عقد العمل 100%. واخر نقطه في الاختياري اللي هي وثيقه تضمن للمستفيد الحق في الحصول على مبلغ التامين، سواء في حاله وفاه المؤمن عليه او بقائه على قيد الحياه. احنا لسه قايلين لو هو فضل على قيد الحياه اللي هو التامين الايه؟ التامين المختلط. السؤال الخامس اللي هو اذكر المصطلح التامين. واحد، اول نقطه اللي هو بيقدم حمايه تامينيه ضد خطر الوفاه خلال فتره زمنيه محدده، بيقدم حمايه تامينيه ضد خطر الوفاه، دي هتكون ايه؟ التامين المؤقت. النقطه اللي بعد كده، الوثيقه تضمن للمؤمن عليه مبلغا معين في حاله بقائه على قيد الحياه حتى نهايه مده معينه، دي الوقفيه الايه؟ البحته. النقطه اللي بعد كده، هي الدفعات التي تكون مبالغها متساويه، لو المبالغ تكون متساويه دي اسمها الدفعات المتساويه او الدفعات الثابته، الدفعات الايه؟ الثابته. النقطه اللي بعد كده، هي الدفعه التي تكون مبالغها غير متساويه، يبقى دي الدفعات المتغيره. يبقى نقدر نفرق بين الدفعات المتساويه والدفعات الثابته والدفعات المتغيره. الدفعات الثابته والدفعات المتغيره، ان الدفعات الثابته بتكون مبالغها متساويه، اما اللي هي الدفعات المتغيره بتكون مبالغ التامين غير متساويه، بتكون غير ايه؟ متساويه. احنا كده اخدنا، لو احنا فاكرين اخدنا من اول ما بدأنا، اخدنا الجزء العملي وعرفنا ازاي نحسب البرنامج المساهم والبرنامج الغير مساهم، وازاي نطلع السعر الصافي والسعر التجاري، وازاي ان احنا نطلع السعر الصافي المجموعة من الاشخاص، وبدأنا ان احنا خدنا الاسئلة النظري اللي هي الموضوعية اللي هي صح وخطأ، وخدنا الاختياري، وخدنا المصطلح التأميني. للأسف احنا حلقتنا لو احنا بدأنا هنكمل طيب مع بعض، اللي هي النقطة اللي بعد كده، هو تأمين يعقده شخص على حياة مجموعة من الأشخاص تربطهم علاقة عمل، ده هيكون الايه؟ التأمين على الحياة الجميع. النقطة اللي بعد كده، يشبه التأمين الشعبي حيث يتعلق بالتأمين على الحياة الطبقة الفقيرة في المجتمع، كما يصلح للمجتمعات ذات الدخل المحدود، ده هيكون ايه؟ اللي هو التأمين متناهي الايه؟ الصغر. النقطة اللي بعد كده، نوع من التأمين الفردي يشترى بمبالغ صغيرة نسبيا، انا هشتري بمبالغ صغيرة ايه؟ نسبيا، اللي هو التأمين على الحياة الايه؟ الشعبي. النقطة اللي بعد كده، هو عقد يلتزم فيه المؤمن اللي هي شركة التكافل نيابة على المؤمن لهم بأن يدفع إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغ محدد أو أي تعويض مادي في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده مقابل مبلغ أو اشتراك يدفعه المؤمن له للمؤمن، ده هيكون إيه؟ اللي هو عقد التأمين التكافلي. النقطة اللي بعد كده، بموجب يضمن المؤمن عليه اللي هو المستفيد الحصول على مبلغ التأمين في حالة الوفاة أو بقائه، ففي نهاية مدة التأمين ده هيكون إيه؟ ده هيكون التأمين المختلط. النقطة اللي بعد كده، هي جماعة تتمثل في أعضاء الهيئات التجارية المختلفة والمستخدمين لدى أصحاب الأعمال، تجمعهم صناعة واحدة أو مشروع تجاري واحد، دي هتكون جماعة ايه؟ اللي هي الجماعات المندمجة. النقطة او السؤال اللي بعد كده، اجب عن الاسئلة الاتية، احنا خدنا الاسئلة الموضوعية وخدنا الجزء العملي، هناخد اللي هو المقارنة او الاختلافات بين نظم الصناديق الخاصة ونظم التأمين الاجتماعي.
هنا بنواجه المقارنة بين التأمين الاجتماعي والصناديق الخاصة. من حيث المزايا، إن التأمينات الاجتماعية بتقدم مزايا العجز والوفاة والشيخوخة وإصابة العمل وتأمين المرض والبطالة، وذلك وفقا للقوانين التي تحكمها. أما في الصناديق الخاصة هي بتقدم مزايا تكميلية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تقديم مزايا أخرى لم تكن مشمولة في النظام الاجتماعي. زي إيه؟ زي المزايا الزواج للعضو وذريته، والمزايا الوفاة وأبناء العضو أو من يعولهم. طب عندي في الاشتراكات، في التأمين الاجتماعي بيكون إجباري، أما في الصناديق الخاصة بيكون اختياري. هنا في الإدارة، مين اللي بيدير التأمين الاجتماعي؟ بتدار أموال التأمين الاجتماعي حاليا بمعرفة وزارة المالية. أما في الصناديق الخاصة بتدار بمعرفة أعضائها أو من يمثلها تحت إشراف الهيئة الرقابة على التأمين. يبقى هنا أنا عندي الفرق بين التأمين الاجتماعي والصناديق الخاصة. الفرق بين الصناديق الخاصة والتأمين الاجتماعي، التأمين الاجتماعي بيكون هنا إجباري، أما في الصناديق الخاصة بيكون اختياري. طب هنا في التأمين الاجتماعي مين اللي بيديرها؟ هنا بيكون وزارة تحت إشراف وزارة وزارة المالية. أما في الصناديق الخاصة بيكون أعضاء من أعضائها هم اللي بيديروا الأموال بتاعتها، بس بتكون تحت إشراف هيئة الرقابة على التأمين. يبقى احنا عرفنا الفرق بين اللي هو التأمين الاجتماعي والتكافل والصناديق الخاصة. طب هنشوف هنا بعد كده المقارنة بين التأمين المؤقت والتأمين لمدى الحياة. طب للأسف هنا حلقتنا انتهت. أتمنى لكم التوفيق وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.